برحب بكم مرة تانية مشاهدينا، ورجعنا لكم بعد فاصل طويل شوية. والنهاردة احنا هنتكلم في فقرة كلكم بتحبوها وانا شخصيا بحبها جدا، هي فقرة عن الأبراج. والنهاردة مختارين موضوع مهم جدا يمكن يهمنا كلنا، هو ازاي نختار شريك حياتنا. وطبعا احنا النهارده منورنا ومشرفنا خبيره الابراج وعلم الفلك المتالقه والمتميزه دايما عبير فؤاد. اهلا بيكي. اهلا. منوره قناه الحياه، وان شاء الله رجوع قوي وتنورينا كده دايما، وتعرفينا مين اللي ينفع مع مين والدنيا ايه، الحاجه دي كلها هنعرفها ان شاء الله. بس قبل ما نبتدي اسئلتنا، طبعا مستنيه تليفوناتكم واستفساراتكم على الارقام اللي ظاهره دلوقتي على الشاشه قدام حضراتكم. واحب اسالك بقى يا عبير فالاول كده. مرحب بيك الاول يا عبير. اهلا بيك. انا مستنياكي بفارغ الصبر تيجي بقى تقعدي هنا ونحكي مع بعض بقى عن الابراج. مستحلفه. انا معاكم. معانا احنا النهارده عندنا اسئله كتير جدا. عندنا طبعا اسئله كتير، ناس كتير جدا موصيين على تواريخ معينه. اهم حاجه بس يا جماعه، ان شاء الله اللي ينورنا ويكلمنا يا ريت يقول التواريخ، علشان دي بتفرق جدا. صح ولا انا بيهمني رقم اليوم بتاع الميلاد، لان الرقم ده يعني بحسابات معينه بيديني تفاصيل اكتر عن التوقعات وعن الشخصيه. وتاريخ الميلاد ما بيفرقش، مهم التاريخ. السنة. اليوم والشهر. اليوم والشهر اللي هو السنه مش مشكله، سنه الميلاد المهم، يوم الميلاد وشهر الميلاد. طيب هنبتدي كده. اول سؤال، ايه اكتر الابراج اللي بيبقوا على وفاق مع بعض، يعني بيتفقوا مع بعض؟ هو في طبعا ابراج كتير بتبقى على وفاق مع بعض، يعني انا بشوف ان الابراج الناريه دايما بتتفق مع الابراج الهوائيه، فدي مجموعات كده معينه. والابراج المائيه بتتفق مع الابراج الترابيه، دي القاعده. لكن في الحياه الحقيقه يعني ممكن القاعده دي تتكسر، يعني بيبقى في، هي دي بقى لعبه الارقام اللي بتدينا احيانا احتمالات اكبر للنجاح عن طريق رقم اليوم. اوكي. لكن لو عايزين ناخد كمثال، مثلا انا بشوف ان الاسد والجوزاء من الابراج اللي بينجذبوا قوي قوي لبعض، وبتبقى في الحياه بينهم ممكن تكون الى حد كبير ناجحه. يعني انا حتى دايما بقول عنها هي دي الجريمه الكامله اللي ما فيهاش، يعني تعتبر كامله العلاقه في الحب بقى ولا في الصداقه؟ في الحب. جميل. يعني جدا. الاسد والجوزاء في الصداقه وفي الحب، يعني هي علاقتهم في الغالب بتبدا صداقه وبتتحول لحب. الاثنين يعني انا بشوف ان الجوزاء بتبقى عامله، بتلعب دور، تقدري تقولي تلعب دور المهرج في حياه الملك. هو الاسد ده الملك طبعا. فهي كوميديانه دمها خفيف، وهو بيبقى محتاج واحده، يعني محتاج الجو. لا انا بتكلم على لو كان الراجل اسد والست جوزاء، يعني هنا العلاقه بتنجح اكتر من لو الست جوزاء والراجل، لو الراجل جوزاء والست اسد. لو العكسنا زي ما انت بتقولي، ايه اللي ممكن بقى يحصل؟ هنا ممكن الست الاسد هي بقى اللي عايزه تبقى ملكه طبعا، قياديه معروفه. والراجل الجوزاء يعني شقي شويه ومش يعني ممكن عنده يحب السخريه، وهي بتزعل قوي من اللي يسخر منها. فهنا ممكن يبقى في مشكله لو هو سخر منها يعني. طيب جميل جدا. هنتكلم بقى في موضوع تاني يمكن ناس كتير جدا ممكن ما تعرفهوش، وهو لو كان في توافق بين الصداقه ومثلا ما كانش في توافق بين الجواز، هل ده موجود فعلا في الابراج؟ يعني انا ممكن اكون عندي يعني توافق مع مثلا صاحبتي، بس ما عنديش توافق في نفس التاريخ مع مثلا جوزي او خطيبي او حبيبي مثلا. ايه رايك بقى في الكلام ده؟ ده مظبوط جدا. يعني انا هقول لك مثلا مثال، العذراء، راجل العذراء مثلا مع امرأة الميزان ممكن يشتغلوا رائع على المستوى العمل. انت بداتي ببرج الميزان عشان انا وهي ميزان على فكره. لا انا قوس. انا قدير ميزان. ميزان. انا ميزان. طيب ماشي، انا في النص يعني عزوز. لا لا بس القوس بيمشي مع الميزان حلو. فالقعده متوافقه. طب ان شاء الله. طيب عندنا توصيه هامه جدا، نعرف يوم 30/7 رجل الاسد ده تقريبا. طيب ايه النظام؟ يعني لو مسكنا رقم 30، رقم اللي مولودين يوم 30 ويوم 31، دول المفروض في علم الارقام دول الناس اللي أذكياء جدا، يعني دول يعتبروا اللي مولود يوم 30 ده شخص ذكي جدا. بس انا شايفه انه السنه دي ممكن يكون مشتت شويه،
عشان عاوز كل حاجة في وقت واحد. يعني النصيحة اللي أقولها له إنه يحاول يركز على هدف هدف، ما يسيبش نفسه للتشتت عشان الأهداف ما تروحش منه. الحاجة بقى الكويسة قوي عنده هي العلاقات الاجتماعية، عنده حظ رائع في العلاقات الاجتماعية السنة. الحياة الاجتماعية عنده كويسة هايلة، ومن خلال الحياة الاجتماعية بتظهر له فرص كويسة قوي خلال السنة دي إن شاء الله. احنا معانا بقى اتصال تليفوني دلوقتي، عايزين نعرف مين اللي معانا والابراج هتكون ايه. الو الو الو، ريم معايا. انا مدام ريم من الجيزه. اهلا بيكي منورانا، اتفضلي مدام عبير معاكي. عايزه اسال على برج القوس. برج القوس زي هعرف برج التاريخ كام؟ التاريخ كام؟ التاريخ 7/12. 7/12 اوكي. عايزة تسألي في توافق بينك وبين حد تاني ولا 7/12 بس؟ إيه لا 7/12 بس. 7/12 بس. طيب ايه رأيك بقى في 7/12؟ طيب 7/12 يعني رقم 7 ده بيخليها عاطفية جدا، بس كمان طموحة جدا. بس يعني طموحة لكن احيانا بتكسل، يعني تحاول تدي لنفسها شوية طاقة. والسنة دي ممكن برضو تكون مشتتة قوي، ومحتاجة تنظم أهدافها عشان الأهداف ما تروحش منها. لكن السنة دي عندها انفراجة، يعني حتى لو هي مشتتة عندها انفراجة رائعة، لأن زحل خلاص خرج من القوس. زحل كان بقاله 3 سنين موجود في برج القوس، وده كان 3 سنين اللي فاتوا القوس، يعني أكيد كانوا بيعانوا جداً. بقالهم أنت تبقى قوس ممكن تؤكدي على الكلام ده. الحمد لله بس فيه أهو لكن خلاص هما في ديسمبر، خلاص 20 ديسمبر اللي فات خلاص القوس تخلص الحمد لله. خلاص الحمد لله، هو ده اللي كان مشكلة. بس هو يا حرام راح للجدي، بس معلش المهم مشي شوية من عقلنا نتنفس يعني ارتاحوا شوية. بهنيكي خلاص خرج من عقلنا الحمد لله. فخلاص عندهم انفراجة. فيعني عايزة برضه أقول لريم إنها إن شاء الله السنة دي عندها انفراجة هايلة، بس ما تنعزلش وتوسع دايرة معارفها. من خلال العلاقات هتظهر لها فرص حلوة قوي. بس كمان رغم إنها بقول لها وسعي دايرة معارفك، لكن حافظي على السرية والكتمان، ما تعلنيش خططك علشان يعني ممكن تكوني العيون مسلطة عليكي شوية. طيب معانا تليفون تاني أهو دلوقتي، ميادة من اسكندرية. إزيك يا ميادة؟ الحمد لله تمام. وتفضلي يعني عبير معاكي اهي، عندك سؤال تاريخ ايه اللي انت عايز تعرفي عنه؟ انا عايزه اعرف عن برج الميزان. انا برج الميزان وجوزي برج الحوت. برج الميزان التواريخ يا ميادة. انا 27/9 وجوزي 28/2. 28/2 حاضر ماشي. تابعينا يا ميادة تابعينا وهنرد عليكي بالتفصيل. طيب ميادة 27/9 انا شايفه ان هي عصبيه شويه، متهيألي هي عايزه التوافق مع الحوت. لا 28/2 ده برج ايه؟ ده الحوت. ده الحوت. يعني انا بشوف ان الميزان والحوت علاقه هايله، رغم ان طبعا ممكن يكون فيها شويه مشاكل، لكن الاثنين الى حد ما ماشيين مع بعض على موجه واحده. هو الميزان هوائي صح كده؟ الميزان برج هوائي والحوت برج مائي. اوكي، بس رغم ان هما العنصرين مختلفين لكن في صفات بينهم مشتركة جدا كتير. الى يعني لدرجه ان في تشابه كمان قوي. الاثنين حساسين جدا، الاثنين محبين للسلام جدا، مش بيحبوا المشاكل، يعني يحبوا الحياه الهاديه المسالمه. فدي حاجه كويسه، بيز كويس يقدروا يبنوا عليه. الاثنين كمان عاطفيين جدا، يعني الميزان الكوكب المسيطر بتاعه هو فينوس الهه الجمال والحب، والكوكب المسيطر بتاع الحوت هو نبتون كوكب الأحلام والحب. فهنا الحب هو يعني نقطة التقاء هايلة ما بينهم، ما بين الطرفين. فعلى المستوى العاطفي هيكون فيه انجذاب وتوافق رائع. طيب ده هايل جدا. طمني طمني يا ميادة. احنا ناخد أم أحمد. ألو 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 معاك. اتفضلي مع حضرتك مدام عبير، هترد عليكي بالتفصيل. قولي لي تاريخ ميلاد حضرتك ويوم إيه. 12/4/68. عايزه اسال على الحياه العمليه فقط. 12/4 طيب في تاريخ عايزه تعرفي في توافق ولا لا، ولا هو 12/4 بس؟ انا عايزه بس اشوف الحياه العمليه عشان انا الظروف واقفه شويه معايا. هنرد عليكي بالتفصيل. طيب
طمنيها بقى يا مدام عبير. انا هقول لها اللي الارقام بتقوله. طمني الناس بعد شويه. حاضر. ما تقفليش قوي الدنيا في وشهم. خلي عندهم بريق من الامل. حاضر. حاضر. احنا في اول السنه. طيب طيب ام احمد، هي انا عارفه ان هي من رقمها جواها الحقيقه حزن وغضب جدا. واضح من صوتها. ورقمها. يعني الرقم بيقول ان انت عندك حزن وغضب جدا يا ام احمد، بس حاولي ان انت يعني ما تسيبيش نفسك لاي مشاعر سلبيه. الحاجه اللي عندك حظ فيها حلوه قوي السنه دي هي السفر، فسواء كان سفر لشغل او كان سفر للفسحه، فانت الحاجه اللي هتخرجك من المشاعر السلبيه هي السفر. فحاولي لو قدرتي تدوري في سكه شغل من خلال سفر، ده هيكون هتكوني موفقه فيه جدا ان شاء الله. طب معانا تليفون تاني. رنا من الجيزه. الو يا رنا. ايوه مساء الخير. عاملين ايه؟ الحمد لله. ايه انت صوتك مبسوطه والله. يعني ردت عليكي بيدونا يعني طاقه ايجابيه جامده جدا. طبعا. لا انا بقول انا 12/6 12/6 وجوزي 29/11. حاضر. حالا متابعينا. كنا ما شاء الله البرنامج جميل جدا. ميرسي. ربنا يخليك يا رب. وكلكم ما شاء الله عليكم يعني، وربنا يا رب يوفقكم ان شاء الله باذن الله. ربنا يخليك. هيكون جميل بيكم ومشاركتكم طبعا معانا. اكيد. ويا ريت على طول تنورونا كده بتليفوناتكم وتدونا دفعه زي الضحكه الحلوه اللي في الاول دي. اللي في الاول دي. ادت لنا طاقه ايجابيه والله مش متخيله. هنستني دلوقتي اهو عبير هترد عليكي. طيب هي عبير هي 12/6 وجوزها 29/11. طيب هو جوزها برج القوس وهي برج الجوزاء. انا بشوف ان القوس والجوزاء يعني في انجذاب بينهم هايل. انا حاسه من صوتها انها مبسوطه. والله هو دايما الجوزاء يعني عندهم طاقه ايجابيه حقيقي، وبيعرفوا يدوا للي حواليهم طاقه ايجابيه جدا. هي وصلت لنا بصراحه. حتى يعني انا بعرف ناس من الجوزاء حتى لو عندها مشاكل، حتى لو عندها اي حاجه تبص تلاقيها بتضحك ويعني بتسمو فوق المشاكل. يا رب على طول تضحك كده. بس انا يعني مع ان رقمها بيقول ان هي عصبيه. طيب يعني الحمد لله يعني النهارده مبسوطه. يعني بصي هي السنه دي بس هي تميل للعصبيه شويه السنه دي، فانا بس نصيحتي ليكي يا رنا السنه دي لو حد حاول يستفزك بلاش، امسكي نفسك. امسكي اعصابك عشان ما تضيعيش الحظ منك. العصبيه ممكن تضيع الحظ، فالضحكه الحلوه دي حافظي عليها طول السنه. نفسي اسال حضرتك يا استاذه عبير سؤال شاغل دماغي جدا. طب اتفضلي. في ناس بييجوا لحضرتك مخصوص يقولوا لك انا داخله مثلا على جواز، هل ينفع اخد من برج كذا وتوقف جوازه او توقف حاجه علشان الابراج؟ طبعا فعلا. ده في ناس بيعملوا كده. ده على طول. مش في ناس، ده على طول هو ده السؤال يعني. ده بيحصل. كتير طبعا بيكلموني يسالوني، ممكن تبقى جاي لها كذا عريس فتقول لي شوفي ايه اكتر في توافق، ايه اكتر حد ممكن يتوافق معايا. بيقولوا لي كده. دي محظوظه جدا. طيب هي لو حد واحد بس وهي بتحبه ممكن تستغنى عن الحب ده علشان بس ان البرج بيغير؟ انا حتى يمكن كتبت مقال قبل كده سميته الحب قبل البرج احيانا. العنوان شارح الموضوع. ان انا طبعا مع الحب هو نمره واحد. وحتى لو الابراج مش متوافقه انا بشوف ان الحب بيخلي يعني يخلي الواحد قادر ان هو يتغلب على اي عيوب وعلى اي مشاكل بالزبط ما بينهم. طيب هنروح ناخد ريم بقى ونرجع لكلام تاني. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن بعد اذن حضرتك اسال على 29/10؟ اتفضلي. 29/10. انت زي برج الميزان ولا دي كده دخلت في؟ لا كده العقرب. كده العقرب. 24/10. انا 29/10 وجوزي 24/10. طب ده هي تقريبا يعني. طيب هنرد عليكي بالتفصيل. تابعينا. طيب. 29/10 و24/10. طيب ايه بقى مدى التوافق بينهم؟ هما الاثنين عقرب والاثنين مسيطرين، فيعني هنا في مشكله بس في السيطره. لو يعني اظن ان هي لو حاولت ان هي بما انها 29 هي عاطفيه وحساسه جدا،
بس حساسيتها بتخليها متقلبة المزاج جدا. يعني لازم حد منهم يتراجع شوية. صعب الراجل يتراجع هنا مع رجل العقرب. هو المسيطر. تنصحيها بإيه؟ أقول لها تكون مرنة. يعني هو يجي هو بيحب جدا الست المطيعة. يعني رجل العقرب بيحترم الست القوية لكن معاه هو تكون مطيعة. بينجذب للمرأة المطيعة شوية. طيب جميل جدا. فتحاول انها يعني ما تبلاش تمرد، خليها مطيعة. طيب بس جميل، دي النصيحة اللي اقولها لها. لكن عموما هي عندها سنة رائعة السنة دي على فكرة. عموما انا قلت من اول السنة واحب أأكد تاني كل مواليد العقرب ان عندهم الحظ رائع في 2018 لان كوكب المشتري موجود في العقرب. على الصعيد العملي ولا الصعيد العاطفي؟ في كل حاجة. يعني العقرب دي السنة بتاعت العقرب، دي سنة العقرب، ده حقيقي. ليه؟ لان كوكب المشتري اللي هو كوكب الحظ موجود عندهم لغاية يوم 8 نوفمبر، فبيديهم حظ لغاية 8 نوفمبر. في تحليلات للكنترول عن العقرب. الحمد لله. طب ايه الابراج اللي ما فيش ما بينهم وفاق خالص بقى؟ يعني ما ينفعوش ولا صحاب ولا جواز ولا اي حاجه خالص؟ لا يعني بصي انا دايما بلاقي ما بين الابراج ممكن نلاقي يبقى في تفاعل معينه طبعا، أو ممكن انت تتغاضي عن مثلا اعتقادك فيها. بس انا بشوف انه احيانا السرطان والميزان مثلا ممكن يبقى العلاقه صعبه. الحمل والميزان لو يعني واضح المشكله في الميزان، انت عماله تقولي صعب. لا يبقى انا بدي امثله على اللي انا عارفاهم يعني. فالحمل والميزان، الحمل ممكن ينجذبوا قوي قوي لبعض في الاول، بس بعد فتره يكتشفوا انه فلسفه كل واحد في الحياه مختلفه عن الاخر. يعني الميزان مسالم مش بيحب المشاكل، تفكيرهم مختلف. الحمل عايز، هو محب للمعركه يعني بيستمتع بالمعارك ومحارب ومتحمس، ده حاجه يعني توتر الميزان. الميزان يحب الدنيا كده منسجمه ورايقه. طب احنا ما جبناش سيره ابراج ايه تاني علشان ما يبقاش احنا ظالمين؟ احنا طيب. انا حاسه ان احنا مركزين جدا على الميزان. طيب عشان كده انا اعترض. خلاص والعقرب ادينا له حقه الصراحه. لا الابراج بقى الثانيه اللي احنا يعني نتكلم عن ايه؟ انتوا السؤال انه مين الابراج اللي ما تمشيش قوي مع بعض؟ بالظبط كده، اللي هي ما تمشيش مع بعض ولا في صداقه ولا في جواز. طب ممكن بس ناخد الاتصال التليفوني ده معانا. هاله. وعليكم. الو، وعليكم السلام، ازيك يا هاله؟ الله يسلمك، الحمد لله. منوره. لو سمحتي انا 21/5. 21/5. والبرج الثاني 1/6. احنا اتنين جوزاء بس مختلفين خالص عن بعض. طيب انا عايز اعرف ازاي اتعامل معاه وكده. كان كام التاريخ؟ تابعينا معلش، ممكن تقولي التاريخ تاني؟ انا 21/5. 21 وهو 1/6 صح كده؟ وهو 1/6. 1/6. طيب تابعينا، واستاذ عبير هترد عليكي دلوقتي حالا. طيب اوكي. ايه واضح ان في مشكله. طبعا في مشكله. لان هم فعلا مختلفين. وده دايما بقوله من علم الارقام بيفسر لنا حته انه ليه الناس المولوده في نفس البرج. طبعا مش كلهم نسخه واحده من بعض، لان رقم اليوم بيفرق. عشان كده زي ما انت قلتي، انا دايما بأؤكد انه عايزه رقم اليوم لان ده هيديني مؤشر تاني. 21 ده رقم المشتري، وده بيخليها شخصية طموحة ومجتهدة جدا. لكن رقم 1 في ميلاد، وده بيخليه محب جدا للسيطرة، بيحب يمشي كلامه رغم ان الجوزاء مش كلهم كده خالص يعني. بالعكس الجوزاء الى حد ما ديمقراطيين. لكن رقم 1 لا، هو عايز اولا يكون نمرة 1، عايز اهتمام بيه قوي، وعايز قوانينه تتحط وهي دي تبقى الاساس عنده اللي تمشي عليها. هو شخص منظم وشايف ان نظامه لازم يتبع. المشكله ان انا بحب اقول لهم دايما اللي عندهم رقم 1 انه اوكي ممكن نظامك يكون مناسب جدا بالنسبه لك لكن مش مناسب لشخص اخر. يعني يا ريت يكون بيسمعني، او هي بقى توصل له. انه بس بلبق. ايوه مش الدنيا معانا على فكره تليفونات كتير. هنروح ناخد منى من المنصوره. الو الو الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي مدام عبير، معاكي قولي لنا على التاريخ.
أنا وسهلا ازي حضرتك. بقول حضرتك بس عايزه اسال عن رقم ابنات جوزي 4-3 وانا 14-6. حضرتك 14-6. انا جوزاء وهو حوت بس مفيش توافق باين ولا ايه؟ مش عارفه. انت جاي تعرفي دلوقتي ان مفيش توافق. طب معانا تليفون هنرد تاني. عليكي بالتفصيل يا مدام منى. معانا تليفون تاني اميره من اسكندريه من الغربيه، انا اسفه. الو يا اميره، اميره معانا حضرتك؟ ازيك عامله ايه يا اميره؟ الحمد لله تمام. كله تمام؟ تمام الحمد لله. عايزه اسال حضرتك عن برج القوس وبرج الحوت، توافقهم مع بعض واذا كان في توافق بين برج القوس وبرج الجوزاء ولا لا؟ طيب ممكن التواريخ لو تعرفيها؟ 8/12 و2/3. والتاريخ الثاني انت قلتي الحوت والايه؟ والقوس والميزان. الميزان؟ لا الحوت. ايوه والقوس توافقهم مع بعض. وفي برج تاني والقوس مع الميزان. مع الميزان 29/9. طيب تابعينا واستاذه عبيره ترد عليكي دلوقتي. طيب نبدا بمنى. نبدا بمنى. طيب 4-3 و14-1 صح كده؟ اه 4-3 هو الحوت وهي الجوزاء. انا بشوف هو يعني رقم 4 ده شويه ممكن يكون عصبي، وبشوف ان هو يعني السنه دي يميل للحزن وللغضب شويه، وهي يعني الى حد كبير هي متفائله اكتر منه. هو يميل للحزن، هي متفائله ومنطلقه. فهقول لها يعني انا بشوف ان الجوزاء والحوت الحقيقه في مشكله، ان هي بتحب الكلام ودايما التواصل عندها عن طريق الكلام وعن طريق التبادل الفكري. هو شايف ان التواصل احتواء من غير كلام، من غير يعني ممكن بنظره عين بجست حلو بحاجة كده، هو ده الحب عنده او هو ده التواصل. وهي عايزه تعبر عن طول هي الاولاد كلهم كده، مش بيحبوا نظره العين والكلام ده، وعايزين تواصل على الجوزاء. يعني انا بقول دايما انه الناس المولوده في الجوزاء دول لازم يشتغلوا في الاعلام، لان هم عندهم قدره ان هم يتكلموا على طول ويعرفوا مع كل موقف مفاجئ ياخدوا الشخصيه المناسبه او الموقف المناسب. فيعني هو بيبقى محتاج اكتر لمشاعر هاديه، مش كلام، مش توافق. يعني هي ابراج مفكره، الجوزاء برج مفكر، هو برج مائي. المائي ده يعني حساس، يعني الميه دي رمز للاحساس. فشويه هي تحاول تتفهم انها تقلل الكلام وتهتم بالحركه اللي تاثر فيه. معانا بقى تليفون من طنطا، هنكمل كلامنا بعد ما ناخد التليفون. الو الو. السلام عليكم. عليكم السلام. ام زياد معايا. ايوه اتفضلي قولي التاريخ ومدام عبير هترد عليكي. 19/8 برج الاسد. 19/8. ايوه في رقم تاني او تاريخ تاني عايزه تحب تسالي عليه، في توافق ولا لا؟ لا انا عايزه اسال عن الحياه العمليه. انا من شهر 2 اللي فات وانا الشغل عندي واقف خالص. تمام هنرد عليكي في الحياه العمليه. الحياه العمليه في اي حاجه عايزه تساليها تاني؟ انا اختي برج العقرب وانا وهي برضه تقريبا متخاصمين او متقاطعين من السنه اللي فاتت برضه. عايزه اعرف يعني امتى ممكن الخلاف ده يزول. طيب قولي لي تاريخ ميلادها كده. هي 19/11. 19/11. طيب يا ام زياد هنرد عليكي بالتفصيل، خليكي معانا. نبدا بقى بيها هي 19/8 بتقول لك والحياه العمليه عندها واقفه من شهر 2 اللي فات. نبدا ده باول سؤال. تاني سؤال بتقول لك هي اختها 19/11 وتقريبا في مشاكل بينهم او مقطعين بعض من سنه فاتت. هي المشكله في العلاقه دي ان الاثنين رقم 19. رقم 19 وانا عارفه ان احلى رقم. انا بقول لك هو احلى رقم بس دماغهم ناشفه. فهو فعلا رقم عندهم حظ رائع على فكره، يعني بمناسبه ان هي قلقانه من الشغل. لا رقم 19 الحقيقه عندهم من اكتر الابراج او الارقام اللي بتدي حظ لاصحابها. اوكي بس هم عشان دماغهم ناشفه هم الاثنين، فكل واحد بيبقى مصر على موقفه وما عندوش استعداد يقدم اي تنازلات.
ودي مشكلة. يعني عايزة أقول لهم يعني سيبكم دلوقتي من الكرامة ومن يعني من التشنجات، لأن أنتوا أولا وأخيرا إخوات. واللي أنا شايفاه بالنسبة للعقرب، هي العقرب عاطفية جدا على فكرة وحساسة جدا، وممكن بكلمة صغيرة من أم زياد الدنيا هتبقى كويسة قوي. ممكن يعني يا ريت تتراجع، يعني أم زياد لو بدأت بالخطوة الأولى أو ندخل زياد في الموضوع الدنيا هتبقى كويسة. طب في تاريخ احنا ما قلناهوش بس عشان ما تزعلش مننا، اللي كانت القوس 8/12 مع الحوت 2/3 ومع الميزان 29/9. طيب انا عايزه افهم عشان انا مش سامعه قوي هي عايزه التوافق مع كل واحد فيكم، مع ده ومع ده، يعني هي يعني عايزه 8/12 عارفين هي جاي لها عارفين عايزه هو السؤال اللي كنت بسالهولك هو ده تقريبا فعلا النسبية. طيب اوكي، القوس مع الحوت ولا مع الميزان؟ طبعا مع الميزان. القوس مع الميزان اشوف انه في توافق، حتى الارقام بينهم شايفه انها هايله مع الميزان. يعني مع الحوت لا، لا انا افضل الميزان، لكن هي طبعا اولا واخيرا زي ما قلنا الحب يفوق طبعا. هي بتحب مين؟ هي سالت الاول عن الحوت، فواضح ان طبعا هي دايما الواحد لما بيبقى عنده سؤال اولاني كده بيجيب الاولويه، عارفه مروه هي حطها دايما في الاول. طيب اوكي، بس انا هقول لها يعني الميزان ممكن يكون التوافق بصراحه افضل. طب في بقى طب انت عندك حاجه تانية ما ردناش عليها؟ لا خلاص كده، بس كنت عايزه اقول لام زياد، نرجع ممكن لام زياد، بس عايزه اقول لها ان هي عصبيه شويه السنه دي وتحاول تتحكم في عصبيتها عشان الحظ ما يروحش منها. طب معانا فاطمه على التليفون. الو يا فاطمه. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيكم؟ كل سنه وانتم طيبين. وحضرتك طيبه وبصحه وسلام. انا برج الميزان 6 اكتوبر. الميزان 6 اكتوبر. 6 اكتوبر. وجوزي 1/1. 1/1 ده جدي صح؟ بقى لي 8 سنين ومش قادره افهمه بصراحه. مش قادره تفهميه؟ شكوى عامه حضرتك. هو عشان كده انت بتفهمي صريحه يعني جاي تفكري بعد 8 سنين تفهميه؟ انا هقعد افهمه لك انها لا. والميزان يعني واضحين وعايز ليه حد واضح، يعني مش عندهمش استعداد قوي يدوروا وراه بالظبط يعني. كده والجدي غامض غامض جدا. ما هي بتقول انا مش فاهماه. لا ولا هتفهمي فعلا الجدي صعب شخصيه. طيب صعبه. طيب تتعامل معاه ازاي؟ يعني تحاول ان هي تفهمه اكتر ازاي؟ لا هو مفاتيحه ان هي تكون متحمله المسؤوليه. شوفي الجدي بيحب يحط قوانينه، ده زحل، ده كوكبه زحل. زحل ده كوكب القوانين الصارمه. انت قلتي من اول الحلقه ان زحل هيروح على الجدي، يعني يبقى عندك مشاكل اكتر تقريبا صح كده؟ انا ببشرك يعني. بس لا مش قوي، لانه هو يعني هو في الاول العشريه او اخر العشريه الاولى، فلسه زحل مش هيروح له دلوقتي. يعني مبدئيا كده يعني هقول لها على شخصيته، يعني هو بيحب الست اللي تتحمل المسؤوليه معاه، فدي حاجة هتأثر فيه جدا لو لقاكي متحملة المسؤولية. وعموما الميزان ملتزمين ومتحملين للمسؤولية. لأول وهلة الجدي لما بيشوف الميزان بيفتكر ان هم يعني ناعمين دلوعين، لأن هي عندهم أنوثة جامدة شوية الميزان. لكن لما بيبقى مع الوقت بيكتشف ان هي قوية جدا وان هي شخصية صلبة، ودي حاجة بتعجبه لان هو بيدور دايما على الست القويه اللي تبقى شريكه بجد وتقف جنبه. فانا بشوف ان هو انت هتحسي باعجابه، يمكن ما يقولكيش، لكن هو في قراره نفسه معجب بيكي جدا يعني. طيب احنا ناخد في اي حاجه هتقوليها تاني ليها؟ لا. طيب هناخد مدام وفاء من القاهره. الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي حضرتك معانا. انا عايزه اهنئ حضرتك اول حاجه بالانتخابات. الو. الو. تقريبا الخط قطع. تقريبا الخط قطع. طيب عايزين بقى نتكلم في موضوع مهم جدا وهو شريك الحياه. عايزين نعرف صفات كل برج مثلا ايه هو المميز فيه،
عشان اختيار شريك الحياه؟ عشان الناس بقى ما تقولكش بعد 8 سنين انا مش فاهمه ايه فبيبقى صعب قوي. عايزين كل برج ايه المميز، ايه المميز فيه؟ طيب يعني نتكلم في الدور بالظبط، علاقات الحب فيها او مثلا شريك الحياه اختيار، نتكلم يعني ايه المميزات فيه. طيب الحمل، انا بشوف ان الحمل عندهم حماس جدا، فالحياه هتبقى معاه يعني اكشن، فيها اكشن، فاللي عايزه حياه مليانه اكشن ومغامره وحركه ممكن تتجوز راجل من برج الحمل. بالنسبه للتور بعد كده، التور انا بشوف انه اللي عايز يعني احسن صفه فيه انه يعتمد عليه. طبعا يعني احنا مبسوطين جدا بقعدتنا معاكي وبنعرف منك معلومات حلوه جدا، بس ان شاء الله باذن الله في لقائنا اللي جاي ان شاء الله هنسال كل الاسئله اللي الناس كلها عايزينها. احنا مش هنسيبها برضه يا سهى بره، احنا خلينا نقعد معاها بره. اكيد. وطبعا دلوقتي فقرتنا عن الابراج خلصت، بس كلامنا عن الافكار عن الابراج عمره ما هيخلص. بنشكر حضرتك جدا جدا جدا، واستنونا بعد الفاصل ان شاء الله. بنشكر حضرتك جدا على وجودك، واحنا بنقول لكل الساده المشاهدين مدام عبير فؤاد هتكون معانا كل يوم حد، اللي حابب بقى يتكلم او يسال حاجه طبعا تابعونا على طول. احنا فقرتنا انتهت ولكن حلقتنا لسه مكمله، هنرجع لايه وشناوي والمطرب محمد سويد.